you both think that you and our lives are beautiful nights. From heart to full of stars we live. It looks as if there's a program for us. He describes all we have. Moment a moment he is with us. The most beautiful of our songs. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، عدنا من جديد. بداية أقدم اعتذاري لهؤلاء الأطفال الذين أتوا صباحا، ولكن هناك ظروف خارجة عن إدارة البرنامج. نقدم اعتذاري لمالك وسيف وعمر. ثانيا أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان للأستاذ محمد رمضان المتمثل في شركة جو ميديا للإعلام على دعمه لبرنامج الأستاذ وإتاحة الفرصة للظهور يوم الأحد في ساعتين كاملتين، الثالثة عصرا والساعة 12 مساء. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس إدارة قناة الصحة والجمال على دعمه لبرنامج الأستاذ، وإن شاء الله مكملين دايما في برنامج الأستاذ على قناة الصحة والجمال. وأرحب بزميلي ولا ننسى طبعا المخرج محمد سمير مخرج البرنامج على هذا الدعم المتواصل. اليوم النهارده كانوا معانا، يعني بذلوا جهد كبير جدا بحيث ان احنا نطلع على الهواء ساعتين في اليوم، يوم الاحد الساعه 3 والساعه 12. ارحب بزميلي مصطفى شاهين. اهلا بيك. وارحب بزميلي السيد جمال. اهلا بحضرتك. اهلا بك استاذ عصام، ويشرفني طبعا ان المنشدين الناشئين يكون معانا النهارده، وبقدم اعتذاري لهم مره ثانيه على ما حدث اليوم، ونتمنى نسمع حاجة منهم. أنا سمعت قبل الفاصل، يعني بصراحة صوت رائع جدا، والمشاهدين يتمنوا أنهم يسمعوا حاجة. فهنبدأ أول حاجة معاكم بإنشاد لا إله إلا الله. تفضل يا تفضل مالك. سيف عمار تفضلوا. لا إله إلا الله، نبدأ باسم الجلالة، محمد رسول الله صاحب الرسالة. اللهم أهل التقى طال شوقي إليكم طال.
يبدو كلمات الله عز وجل من منشدين ناشئين لهم مستقبل رائع ومبهر بإذن الله، ونتمنى لهم التوفيق والسداد في القادم، ونسمع أنشودة أخرى منهم. يا مالك تفضل. يا مالك، يا أيها النبي، أدعو الميت، تفضل. الله الله الله، هي الحلاوه دي، هي يا مالك، الله عليه وسلم، هي سيف. وكذا نستمع كلمات حبيبنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، من ناشئين لا يبلغ اعمارهم بين 8 و7 من عمرهم، ونتمنى لهم توفيقا انشادي ديني رائع في المستقبل، ونسمع منهم انشوده اخرى وهي على باب سيدنا النبي. تفضل.
ايه رايك يا ابو سيد في الشباب ده؟ ينور والله. شباب ولا اطفال ولا عين ولا اطفال؟ يعني ناشئين نتمنى منهم التقدم دائما في مجالهم البارع باذن الله، وهم يعني بداوا خطوه جيده جدا، لذلك يعني اناشد من مكان هذا الجهات المعنيه باقامه مؤسسه ترعي تلك الناشئين لتتم الخاتمه النبويه والدينيه في المستقبل ان شاء الله. ونحب نسمع منهم حاجه ثانيه. زميل السيد الاول يا استاذ مصطفى، زميل السيد يرغب انهم يسمع اغنيه صلوا صلاتين من سيف وعمار. تفضل. تفضل. صلوا صلاتين على الهادي نور العين ابي فاطمه زهراء جدي حسن والحسين على الأمانة تقوى الخلاق والحق وحسن
الحسن والحسين وعليه الصلاة والسلام لمولانا ذي الكرام وعليه الصلاة والسلام لمولانا ذي الكرام ما دارت فينا الأيام تتوالى بين الأدرين صلوا الحسن والحسين. ممتاز ممتاز. يا مالك اخبارك؟ عامل ايه يا مالك؟ لو اتيحت الفرصه لمالك وسيف وعمار لاحياء احدى الحفلات في الخارج، اي الدول العربيه او الاجنبيه تودون السفر اليها؟ تحب تروحوا فين اول حفله بره خارج مصر؟ فين؟ السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، الجزائر، تونس، الإمارات. السبب نناشد المسؤولين في دولة الإمارات إقامة أولى حفلات لهؤلاء الشباب في الإنشاد، الأستاذ مالك وعمار وسيف. طب بالنسبة للدول الأجنبية تحب تروح فين؟ برا خارج الدول العربية؟ أكيد أمريكا، فرنسا، أمريكا، أسبانيا، ألمانيا، أمريكا. يختار الدولة المشهورة. فين؟ أمريكا. أمريكا. طيب المحافظات داخل جمهورية مصر العربية تحب تروح فين؟ هو بلدنا طبعا. فين؟ بني سويف. بني سويف، صعيدة يعني. وحوزين حاجة من وجه بحر يعني، تروح فين؟ اسكندرية ولا بحيرة ولا اسكندرية؟ موافق يا استاذنا؟ طيب احنا عاوزين نسمع امدح المكمل. طب ممكن اسمعك انا عليك السود؟ اتفضل. عينيك السود يا طايزن شبكوني شبكوني وخلوني بطول الليل حرام ينم على عيوني. عينيك السود يا طايزن شبكوني شبكوني وخلوني بطول الليل حرام ينم على عيوني. جمال وكمال يا طايزن، جمال وكمال يا طايزن، جمال وكمال يا طايزن، جمال وكمال يا طايزن، شبكوني شبكوني وخلوني بطول الليل حرام ينم على عيوني. أنا عاشق عينيك السود يا طه يا نعمة بالمعبود. أنا عاشق عينيك السود يا طه يا نعمة بالمعبود يا رحمة ونور ما له حدود يا رحمة ونور ما له حدود. أنا عاشق عينيك السود يا طه يا زين يا طه يا زين. عينيك السود يا طه يا زين شبكوني شبكوني وخلوني بطول الليل حرام ينوم على عيوني. ممتاز. الله عليكم. يعني كلمات رائعة على وجوه ناشئين لهم مستقبل إن شاء الله بارع جدا، وبدأوا يعني الأناشيد اللي بيبدوها دلوقتي تبدو أناشيد دينية كلها، لا أحد
يعني مش خارج الدين، لا ده كلها بتتكلم عن سيدنا النبي، بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. يعني أتمنى منهم التوفيق والمزيد من التقدم إن شاء الله، وأحب يعني أسمع منكم أنشودة المسك فاح. تفضل. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزمراء. اللهم صل وسلم على حبيبنا ومبعوثنا محمد صلى الله عليه وسلم دائما وابدا. والسؤال اللي بوجهه اليكم اخيرا، يعني انتوا تعلمتوا الانشاد ده ازاي، او حد كان معاكم بيساعدكم فيه؟ اولا بحب اشكر مدرسه الانشاد الديني، تعلمنا تحت ايد الشيخ مصطفى النجدي واستاذ طه الاسكندراني والشيخ محمود التوابي. تمام. وبحب اشكر مدرستنا اللي هم أساتذي أستاذ محمود سعد وأستاذ ناتي، اللي هم مثلا لو غبت يوم بيشرحوا لي الدرس اللي أنا غبته. بيقفوا معاكم دايما. إن شاء الله يعني يقف معاكم ناس كتير بإذن الله ويتولاكم مؤسسات. لو خدنا الأمنية بتاعت مالك يا أستاذ سيد أستاذ مصطفى، خدنا أمنية مالك، ماذا تتمنى يا مالك على مستوى الدراسة وعلى مستوى الإنشاد؟ ماذا تتمنى؟ تحب تطلعي إن شاء الله بإذن الله تعالى؟ تحب تكون طبيب، مهندس، يعني معلم؟ هتحب تطلع ايه ان شاء الله؟ معلم. ها؟ معلم. معلم. سيف طبيب. طبيب. عمار مهندس بترول. لا مهندس بترول. طب على مستوى الانشاد الديني تحب تطلع مستقبلا ان شاء الله باذن الله تعالى؟ منشد. منشد زي مين مثلك الاعلى في الانشاد؟ المايك يلا. نقشبندي ونصر الدين طوار. بس يعني الانشاد بتاعكم يعني بيوحي لفرقه ابو شعر او حاجه زي كده؟ ايوه. انتوا بتسمعوا لهم كتير يعني ولا؟ وبرضه بنسمع النقشبندي وكده. طب انتوا بتعرفوا مين في فرقه ابو شعر؟ لا انا مش عارفه اساميهم بس عارفهم. والحمد لله. ده حضرتك تعرف منعشلي؟ اعرفه. بندرس تحت ايده برضه. تمام. بيعلمكم الانشاد برضه في كده؟ محمد ياسين مراشد. تمام. بقيتوا يعني بدأتوا من الانشاد من امتى؟ انا بدأ من عندي وانا 5 سنين. حاليا عندك كم سنه؟ 12 سنه. تمام. سيف بدأ من كام؟ انا بدأ من عندي
6. مالك؟ بدأ أكيد يعني خمس سنين. أنت عندك كم سنة يا مالك؟ 4 دلوقتي؟ 6. هم كانوا 5 بيقولوا 4 دلوقتي ولا أكثر؟ ها؟ ما شاء الله عليك. طب يا سيد عاوزين نسمع منهم حاجة، سمعوني عشان الأستاذ سيد كده يسمع حاجة كويسة. يلا اتفضلوا. ده حلم كمل أحمد الرسول أن بالمفضل صاحب القبول. أم ده حلم كمل قبل أن نختم هذه الحلقة نود أن نتقدم بخالة الشكر مرة أخرى لجو ميديا المتمثلة في الأستاذ محمد رمضان، كما نتقدم بخالة الشكر للسيد الأستاذ أحمد سعد الشهير ببيبو على إتاحة فرصة برنامج الأستاذ في الظهور على قناة محترمة مثل قناة الصحة والجمال، كما نشكر
ضيوفي وأعزائي مالك وسيف وعمار، كما أشكر زملاتي وزمائلي الأستاذ سيد جمال ومصطفى شاهين والمخرج طبعا محمد سمير. شكرا وفي حلقات قادمة إن شاء الله على قناة الصحة والجمال.